عملت إرضاء لضميري وقناعاتي وتحملت مسؤوليتي. بعرف إنه الشعب مش راضي لأنه ما عنده ثقة، بس بطلب إنه يراقب ويحاسبني. هل استرجعنا حقوق الناس والدولة؟ طبعاً لا. هل حققنا ما كنا نرغب بتحقيقه؟ طبعاً لا. هل حققنا أحلام أولادنا والشابات والشباب اللبناني؟ طبعاً لا. وبأول رسالة لكم بقول أنا أولاً نائب رئيس حكومة وزير الدفاع عن حقوقكم يلي هي حقوق وطن بكامله. وأنا بعرف إنه محاربة الفساد واسترداد الأموال الموهوبة هي من مطالبكم الأساسية، ورح أعمل كل جهدي حتى أحقق هالمطلب. إننا ما لم نغير ما بأنفسنا وبذهنيتنا لن نستطيع أن نغير حال وطننا.